هنبدأ مع حضراتكم من النشاط الرئاسي. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة اللي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، واللي بتستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية، بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في القطاعات المتنوعة. كمان استمع السيد الرئيس لشرح لهذا المشروع، مشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. كمان اطمن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول، وكمان مراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت وتلك الجارية العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة. احنا بنتكلم في 15,000 فدان عمل. تمام يا فندم. بالك يا إيهاب، التطوير ده اللي بالتنمية اللي بنعملها دي، انت بتقدم 15,000 فدان تنمية عمرانية وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وممكن تتعمل فيها كلام كتير قوي. انت فين ده؟ انت بينك وبين القاهرة الجديدة قد ايه؟ النهارده الشبكه اللي انتوا بتعملها ديت 15,000 دول، 15,000 فدان دول شبكه الطرق دي، وبالمرافق بعد كده هنبقى احنا قادرين ان احنا نقول ايه، نقدر نضيف سواء للقاهره الجديده او للمناطق المستثمرين اللي هي امتداد شرقا كده، مش كده شرقا؟ ايوه كده، نضيف لهم 15,000 دول. كما استمع سيادته لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال 40 كيلومتر وعرض 8 حارة مرورية في كل اتجاه، 5 رئيسي و3 فرعي، ودي يا فندم المنطقة دي كانت تضاريسها صعبة جدا، وبشبكة الطرق دي يا فندم هنحقق الاستغلال الاستثمارات الأمثل للمنطقة. إنشاء شبكة طرق داخلية بإجمالي أطوال 25 كيلومتر وعرض 4 حارة مرورية في كل اتجاه، ودي يا فندم لخدمة التجمعات التنموية والعمرانية المستقبلية يا فندم. تم يا فندم الانتهاء من محور جمال عبد الناصر وامتداده، وربط محور جمال عبد الناصر بمحور السادات لعمل محور مروري داخلي داخل القاهرة الجديدة. تم مراعاة فندم عمل ممشى للعجل وممشى للأفراد وأماكن انتظار للسيارات يا فندم. وتم فندم الانتهاء من أعمال تطوير محور العبور ومحور الجزيرة وامتداد محور محمد نجيب. محور العبور ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية. محور الجزيرة ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية. وتم الانتهاء من الطريق الواصل بين محور الجزيرة ومحور العبور بعرض 6 حارة مرورية يا فندم، إنشاء جديد. وتم الانتهاء من تطوير امتداد محور محمد نجيب ليصبح 10 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 4 حارة مرورية يا فندم، 6 رئيسي و4 فرعي يا فندم. والمنطقة يا فندم جاهزة لاستقبال الاستثمارات المخططة والمقترحة يا فندم والامتداد العمراني. واستكمالا يا فندم لأعمال التطوير، تم يا فندم العرض والدراسة وعرض العرض على سيادتك مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. وبدأنا فندم بالفعل بننفذ دلوقتي يا فندم 4 مكونات رئيسية. أولهم يا فندم محور طلعت حرب بطول 8 كيلومتر وعرض 5 حارة مرورية في كل اتجاه، يعمل كمحور موازي يا فندم لمحور محمد نجيب، وبيربط القادمين من جميع محافظات مصر عن طريق الدائري الأوسطي للقاهرة الجديدة، وبيربط يا فندم القادمين من شارع التسعين الجنوبي مرورا بمحور جمال عبد الناصر، وبقى فندم محور مروري داخلي من خلال محور السادات ومحور جمال عبد الناصر، بيربط ويربط القادمين من طريق القطامية العين السخنة السياحي وينتهي بالدائري الأوسطي يا فندم. ده فندم هيسهل الحركة المرورية ما بين سوق السيارات والمناطق الصناعية وربط القاهرة الجديدة بالمحافظات المربوطة من الدائري الأوسطي يا فندم. هنخلص امتى طب؟ سيادتك لا انا بتكلم على ده. سيادتك الكلام ده كله جسر ترابي بالاعمال بالكباري والانفاق
والعماله الصناعيه في الجسر الترابي هيبقى اخر شهر 6 خلصانين. لا احنا هنعمل كده ستك عشان احنا ممكن نشتغل، بس هيبقى في مشكله عشان موضوع المرافق. احنا بنسق مع جميع جزه ولا ستك حاليا وهم شغالين معانا، وزاره الاسكان، وزاره الكهرباء، وزاره البترول، وزاره الاتصالات، عشان واحنا شغالين يبقى المرافق البنيه الاساسيه ستك ثقلت على ستك تبقى موجوده، بحيث ان احنا بعد كده لما يبقى التنميه اللي هي المرافق موجوده يبقى ده موجود الكلام ده، وموجود المرافق بتاعته كلها طبقا للاعتماد اوامر ستك سواء هنا او اي حاجه ثانيه بنعملها بالشكل ده. ربنا يوفقك. كده احنا للسخنه ليها طريقين صح كده؟ السخنه ستك الطريق الجديد والطريق اللي هو القديم المطور. ايوه فندم كده. ايوه فندم. كما استمع سيادته لاعمال تطوير شبكه الطرق بالقاهره الجديده لتيسير الحركة المرورية بين محور 90 الجنوبي ومحور 90 الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر ومحور السادات طريق دائري داخل القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة يا فندم كمان حاليا بقى فيها يعتبر طريق داري، محور جمال عبد الناصر مع محور جمال عبد الناصر سيادتك لغاية هنا، وهيكمل مع محور السادات بقى عبارة عن محور جديد داخل القاهرة الجديدة. هيساعد على نقل الحركه من 90 الجنوبي والشمالي اللي هم كانوا موجودين اصلا بس وكان فيهم تكدس جامد جدا وكانوا بيرموا على الطريق الدائري برضو، الكلام ده كله حر على الطريق الدائري. وسيادة الكلام ده احنا ربطنا عليه المحاور الجديده، فبقت المحاور الجديده مربوطه على محاور بحيث انها ما تاثرش يعني كمستقبليا المطال العمرانيه اللي هتبقى هنا او الاستثماريه بعدد السكان بتاعها مدروسه مروريا مظبوط جدا باساتذه الطرق في جامعه عين شمس وعندها في الهلال والناس الموجوده مدروسه جامد جدا ان هي ما يحصلش اي تكدس مروري ثاني في المناطق اللي احنا فكناها قبل كده. بس انا عايز اقول لك انك انت لما تيجي تتكلم على هنا نمو عمراني خلال ال 15 سنه الجايين للمنطقه دي وحجم الحركه يعني مدروسه يا فندم، مدروسه ما اتدرست بدراسه مروريه مظبوطه جدا. المحاور دي هتخدم محور محمد نجيب، الامتداد سيادتك امتداد طلعت حرب، سيادتك ندرس امتداد الكلام ده تربط طريق السخنه في الاماكن دي، فهيبقى في محاور بديله كثيره جدا. ده بالعكس ده هتخف التكدس يعني مع زياده الموجوده هنا هتخف الحركه الموجوده كمان التكدس الموجود في القاهره الجديده. شكرا يا محمد. شهر 6 ان شاء الله كده. ان شاء الله شكرا. كل سنه وانت طيبين. سلام عليكم. أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث حصلت في محافظات مصر امبارح، من أبرزها تقليل محطات قطار أبو قير تمهيدا لإنشاء مترو محافظة الإسكندرية. مرسى علم هتستقبل 25 ألف سائح من 13 دولة أوروبية بداية من النهاردة. معنا كمان فحص أكثر من 1406 حالة في 7 تخصصات طبية في محافظة بني سويف، وإنهاء 12 مشروع لحياة كريمة في قرية سلوى في محافظة أسوان. أخبار تانية كتير من محافظات أخرى هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أهمها إن هيئة السكة الحديد في محافظة الإسكندرية هتبدأ تغيير خريطة محطات قطر أبو قير وفقاً للخطة الموضوعة لتحويله لمترو الإسكندرية، وهيتم العمل في المرحلة الأولى ضمن 3 مراحل يجري العمل بها لإيقاف الخط بشكل كامل. مطار مرسى علم الدولي في محافظة البحر الأحمر بيستعد لاستقبال 124 رحلة طيران سياحي دولي على مدار الأسبوع بداية من اليوم السبت، قادمة من مطارات 13 دولة أوروبية على متنها 25 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة. مديرية الصحة في بني سويف أعلنت قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية مهدي الأخرم مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والرمد، وتم فحص 1406 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. محافظة أسوان أكدت إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتواصل استكمال تنفيذ المشروعات بقرية سلوى التابعة لمركز كومامبو، ولحد دلوقتي تم الانتهاء من 12 مشروع بنسبة 100%، منهم 7 مدارس ما بين إحلال كلي وصيانة ومركز للشباب ومجمع الخدمات، وكمان إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ووحدات الإسعاف والإطفاء. من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر حلقت 40 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 1000 سائح من حول العالم. مركز مدينة الصنطة في محافظة الغربية أكد أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير الشوارع الجانبية اللي تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فيها وإنهاء كل المرافق العامة، وتم وضع خطة الرصف في شارع بورسعيد، شارع الجمهورية، شارع الجيش،
وهيتم طرح طريق السنطة البلد لرصفه خلال الأيام اللي جاية. محافظة المنيا شهدت أعمال توزيع شنط السلع المدعمة، وتم توزيع 1000 شنطة سلع غذائية بقيمة 100 جنيه للمواطنين بقرية المعصرة، وده بالتزامن مع مراقبة الحالة التموينية بالمركز وتجديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين مع التأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة. محافظة كفر الشيخ أعلنت عن بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق بيلا حازق مع توسعة وتطوير الطريق باعتباره واحد من مداخل المدينة اللي بيبلغ طوله 3.5 كيلومتر كشريان مروري بييسر حركة المواصلات وبيقلل من الكثافة والازدحام المروري.